إن إصلاح هياكل الدولة عمل يعني الجميع، إنه عمل يعني كافة المسؤولين والمواطنين على اختلاف مستوياتهم، ويعني كذلك أعوان الدولة. فالعمل جسيم، وأنتم تقدرون أهمية المهمة المنوطة بكم وتقدرون مداها. لن يهدأ لكم بال، ولن تعرفوا راحة الضمير إلا إذا أشيد بالعدالة من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، من جميع المواطنين قويهم وضعيفهم. His Excellency Abdul Aziz Butfunika. منذ 15 أبريل 99 تغيرت، نعم تغيرت صورة الجزائر في الخارج بشكل إيجابي وبشكل ملحوظ. فلقد استعاد بلدنا اعتباره تدريجيا، ولكن استعاد اعتباره، وكذلك استعاد بلادنا مكانته، وصار شريكا سياسيا يطلب الجميع رأيه. L'Assemblée générale va maintenant entendre une allocution de son excellence monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire et ancien président de l'Assemblée générale. وبدأ المستثمرون يستعيدون ثقتهم في بلادنا، فالاستثمارات المسجلة في وقت قصير جدا ومن حيث الحجم تفوق مجمل الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات المجدولة منذ 1990. Thank you.